حياكم بالزبدة، معكم خالد، واليوم راح نشوف الكلاود ريفولفر من هايبر اكس. هايبر اكس معروفة تسوي رامات. مواصفات السماعة هذه انها ستوديو جريد ساوند ستيج، في فوم بالسماعة تاخذ على شكل اذنك، وجلد مايكروفون واضح حق محادثة. تعالوا خلينا نشوف اول شيء في لزقة هذه هني، نبطلها الكرتون هذه اللي فوق. هايبر اكس Congratulations on joining the HyperX team. Get ready to experience a whole new world of gaming. Personal شوي. السماعة تطلع هني. واو. صراحة الانبوكسنج مالهم جميل. السماعة خطيرة جدا، خفيفة. ستيل فمو بلاستيك، يعني مو تطيح منك تنكسر ولا شيء. على السايد تشوف علامة الهايبر اكس. في اشوف واير حق اتوقع اللي هو النويز كانسليشن واكستنشن حق الواير. المايكروفون تتركب في مثل اي او اكس بالسماعة على طول. صراحة كواليتي الحجم ياخذ على راسك، ما يحتاج انت تبطل او تزيد او تقلل من الحجم، على طول اول ما تحطه على حسب هي سي سماعة تاخذ على حجم الراس من دون لا تي وتبطل وتسكر، فتقدر تحط المايكروفون وتقدر تشيله على كيفك. يتحرك يمين يسار على حسب اللي انت شلون تحب تحط وضعية المايكروفون. خليني نجربها على التليفون اول شيء. الصوت نار، البيس ديب. في سماعات او السماعة اللي انا دائما استخدمها اللي اوديو تكنيكا احس شوية الضغط على راسي، هذه اشوفها مريحة جدا واقدر استعملها بالساعات وانا العب على الكمبيوتر او حتى استخدمها كاوديو هيدفونز. وحتى لما اطول على صوت، الحين انا اطول على الصوت بالكامل، الصوت واضح جدا، ما في اي يعني تكسرات بالصوت. سماعة هايبر اكس كلاود ريفولفر الصراحة انا اشوفها من احسن سماعات الجيمينج، من ناحية راحة، من ناحية صوت، من ناحية بيس، من ناحية كل شيء. سماعة نار، شكلها نار. لا تنسون تسوون لايك حق الفيديو هذا وتسوون سبسكرايب، مهم جدا ان تسوون سبسكرايب علشان نكمل معاكم مسيرة هذا البرنامج. حياكم بالزبده.